فريقين نذكر ونشكر كل من نظم هذه بمناسبة نهاية الموسم الرياضي. مصطفاوي أحمد يكرم أواسط نادي الرياضي مصطفاوي أحمد لكرة اليد، يكرم أواسط تحية المشاهدين لحصولهم على المرتبة الأولى في المرتبة الأولى في الشرفي، ونشكر كل من بادر بهذه التكريمات الطيبة، وإن شاء الله تكون فيها تكريمات أخرى. ونشكر شويح المبروك والشيخ وتكريم كذلك النادي كرم اللاعبين تاعو مصطفى. نبدا بالتكريمات.